ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد برجو، وده اول فيديو رياكت في 2020، وعدى شهر واحنا ما عملناش فيديو رياكت. او بالمناسبه في تراك جديد نزل. التراك ده نزل في وقت كان فيه ماتش اهلي وماتش ليفربول. المهم ان التراك ده اول ما نزل اليوتيوب ما ظهروش في الهوم او في الريكومندد، فلازم دلوقتي تسيبوا الفيديو ده دلوقتي وتروحوا تسمعوه في الاي اللي هنا او في الاي اللي هنا، وهتلاقوه تحت برضو في الديسكريبشن. اسمعوه وقولوا لي رايكم هناك في الكومنتات عشان اعمل لكم لاف على الكومنتات. فبعد رسائل كتير على الدي ام في الانستجرام وعلى فيسبوك وفي الكومنتات على شويه فيديوهات هنا عندي في القناه، الناس بتيجي تقول لي يا برجو اعمل فيديو رياكت، حقيقي مش هعرف ارفض لكم طلب. فالنهارده اول حلقه من سلسله مواهب تستحق الدفن. قبل ما نخش على الفيديو، عايزك دلوقتي تنزل تدوس لايك على الفيديو ده حالا، يعني لو انت مكبر الشاشه دلوقتي صغرها واعمل لي لايك. اكتبوا كومنتات كتير فشخ، لان احسن كومنت هيتكتب هجيبه في الفيديو اللي جاي. ولو انت اول مره تشوفني انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس، وهتنضم لاقوى عائله على اليوتيوب المصري في الوطن العربي. واول فيديو معانا بحبك. مش مصدقاني؟ الله الله الله. طب بص في عينيا. لا 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 لا، استنى، انا عايز افسرك. بحبك. اه مش مصدقاني؟ طبعا. طب بص في عينيا وانت هتعرفي ان هو عايز يعمل حاجات كتير قوي، حاجات مخبيها عليكي، حاجات نفسه يعملها، هتعرفي ان هو جواه غل ومش هيحل. بصي، هي دي نظرات وقحه اللي هو بيبصها لك. يعني طبعا اكيد في بنات بيتحطوا في مواقف زي كده، بيبقى بيصاحبوا على واحد، طبعا الواحد ده بيبقى عايز ان هو يتعرف عليكي قوي، فبتلاقيه خدك في العربيه كده تتفسحوا، راح ركن في شارع ضلمه وراح مرجع الكرسي لورا وهيقول لك ظهره وجعه في الاول، بس هو مش ظهره، بعد كده يروح باصص لك كده بنفس النظرات الوقحه دي وهيقول لك بحبك وبموت فيكي وبعشقك كمان. طبعا انت اول ما حد يقول لك الكلام ده بنفس النظرات دي، انت تفتحي باب العربيه. لو هو في العربيه طبعا هيكون قافل اللوك، فانت تشكي على اللوك بقى عشان هو هيكون قافله. افتحي الباب واجري، اجري بقى، يعني ادخلي كافيه بقى، ادخلي كشك، الحقي نفسك من النظره دي. يعني قال انت حد بيبص لك النظره دي كده ما بينك وما بينه 2 انش ولا مش عارف قد ايه، يخرب بيت انا خفت، انا حسيت بصهد طالع. طب بص في عينيا كده وانت هتعرفي اني ها؟ عم كامل يا حلا. هو عنده انه يموت لكن البنطلون ما يقعش. ثم انت ليه؟ ايه اللي مخليك ان انت لازم تعمل فيديو زي ده؟ ايه اللي اجبرك ان انت تعمل حاجه زي دي؟ انت حتى مش راضي عن البنطلون ان هو ينزل، فانت اكيد مش عايز الفيديو ده. عم كامل عايز توصل لايه؟ انا ليه بحس ان في مثلا مؤسسه عالميه بتجيب الناس كده من الشارع، ناس غلبانه يا عيني، بيمضوهم على كمبيالات اللي هو لازم كل اسبوع من كل شهر تعمل لي فيديو، ما مش مفهوم. ايوه حضرتك، ده ما انت ماضي، انت ماضي، اصل ده اكيد مش هيحتاج يتشهر. يعني هو اكيد مش عايز اتنشن للدرجه دي، ده راجل كبير. فانا بناشد الشركات دي بلاش تستهدفوا الفئه الكبيره دي في السن، لا اما ما يعني انا بخاف، احنا بنخاف، ده بنحس ان هو مثلا متسرب من الديب ويب، ولا انا اللهبل، ولا في ايه بقى. الموهبه اللي معانا التانية من الفنانه كارمن فريد، ما شاء الله منزله فيديو جايب نص مليون مشاهده يعتبر. لا لا، استنى 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 استنى، بتسجل بمايك اكبر من وشها، اكبر من جسمها. مين اللي عازل الجرين سكرين بقى دي؟ يعني اللي وراها احمر وهي لونها ازرق، يعني مين المخرج ولا مين المعتوه اللي عمل حاجه زي كده مبدئيا؟ يعني قبل ما ليه التشوه البصري؟ هو ليه كل سين في حاجه غريبه؟ يعني ايه البنطلون ده وايه الشورت ده في نفس ذات الوقت؟ يعني وايه حرف الاكس وايه اللي جابني هنا؟ كارمن فريد بيج باي امرافا برودكشن. اصحى يالا، حياتي ملك. اصحى يالا نو وان كارمن فريد. اصحى يالا لما تكون بتكلم حبيبتك على واتساب وتنام فجاه. اصحى يالا، حياتي ملك ومالي، انا جبت منك اخري، حبيتني ما حبيتكش وبعتك فيها ايه؟ حقد عليا ليه؟ شوف انت ايه ده؟ وانا ازاي معدي اللي انا بشوفه ده؟ ايه انا ساكت ليه؟ ايه ده ومين ده وايه شعرك ده وايه السكري وايه بقى الاغنيه ومين كارمن فريد وليه بطنك شبه الهمبرجر كده؟ حبيتني ما حبيتكش. مين البتاع اللي دخل ده؟ ايه البتاع ده؟ حقد عليا ليه؟
شوف انت منك. طبعا هي زقته هنا عشان حاقد عليها، فهو وقف لها كده بصص لها، ليه بطنها همبرجر وانا مش بطني كده؟ فراحت زقاها كده، حاقد عليا ليه؟ ايه الرياكشن اللي انت فيه ده؟ ليه كده؟ انا ما اعرفش انت مين وانا ما اعرفش برضو ايه اللي جابني هنا والله، بس انتوا ليه مريبين؟ ليه مش زي الناس الطبيعيه؟ انا ما بتنمرش والله، ده مش انا عمري في حياتي ما تنمرت على حد ولا اتريقت على حد. هكون معاك صريحه، فكرت فيك دقيقه. انت شفت وقع ازاي؟ انا مش انا هفضل اعمل ستوب كل شويه لان في ديتيلز كده. ايه البطن دي؟ فيك دقيقه. لقيتك فوق خيالي، نفضتي مش في بالي، انا حابه اعيش براحتي، مفيش راجل يقرفني، اسافر اروح الهند او اخبط اي هم، البس في يوم واقطع او البس يوم هو ليه بيخش من النوير كده؟ ليه هي بتغني وهو يخش يعمل اي حاجة و... يعني اكيد مش ترنتينو هو اللي مخرج الكليب ده، عامل زوم ليه على رجليها يعني؟ ايه اروح مرة الصبح او اروح كده بتطوع، انا كده ومش هتغير، واللي مش عاجبه يغير، يخبط دماغه في الحيط هخبط دماغي في الحيط وجاي. السلام عليكم. خبطت راسي في الحيط، احساس جامد قوي، نفسي حد ينزل بقى على دماغي بشومه. ايه ده؟ انت ليه ثلاثه بقى هنا؟ هنا ده ده استفسار بقى لازم اساله، يعني هنعدي كل اللي فات هنا عايز اسال هي ليه ثلاثه؟ ايه الفكره بقى في ده؟ انا ليه حاسس ان انا كنت قاعد في التجمع او في الرحاب ورحت مثلا الواحات؟ في حاجه غلط. طيب انا عايز اشوف مين الفنانه كارمن فريد دي، من حق يعني اعرف لون وشكل جديد. اغنيه الراب اخبط، هي دي اغنيه راب اللي انا اسمع الريحه الوحشه اللي احنا شمناها دي اغنيه راب؟ فنانه كارمن فريد هي مش بتترول؟ لا ده بجد، انا فنانه كارمن فريد اللي عامله لون جديد في الراب. كريمه على شعبيات يعني، ما شعبيات ايه يعني؟ روتانا سينما، غناء كارمن فريد، شكر خاص في الالحان. ليه الحان يعني اللي احنا شفناه الريحه الوحشه دي ليها الحان؟ وهندسه صوت للمبدع ابو رأفت برودكشن، لو سجلت بمايك الهاند فري هعمل احسن من كده. وبخص بالشكر المخرج سيد صابر وعلى ظهوره المتماهي. هو في مخرج للكليب ده بقى؟ ده ليه مخرج؟ يا رب تعجبكم. ايه ده انت جايبه انجري قد الهاها؟ الموهبه اللي معانا دلوقتي جايبه 500,000 فيوز. طبعا احنا عارفين ان طالما الفيوز ضربه في السقف كده فيبقى ده فيديو. هنشوف دلوقتي تنفع كده. هاي يا جماعه. اوكي خش عليا بالكرنج كده. هاي يا جماعه، دلوقتي هعطيكم تصفوا العريس، وهو عايز اقول لكم حاجه. هو يا جماعه انا العريس، محدش يدعم. ها ليه عملتي حاجه زي كده؟ مش دعوه بالعروسه بتاعتي، وهجيب لها جاتوه كتير يا لوحي. كتير والشوكولاتة المانية وكل حاجة. مش دعوة اهو، موتوا بغزكم، مالكوش دعوة. طيب هما الظاهر ان هما بيوجهوا رسالة لحد معين انا معرفوش، يعني دي رسالة من موتوا بغزكم مالكوش دعوة. هو قابل دي رسالة من قوم لوط. قيل انا دجاجة ذهبت لتعزي فقال قيل انا دجاجة ذهبت لتعزي فقالت البقاء لله. آسفة. لا اسفت ايه؟ انت عايزه علقه موت. الموهبه اللي معانا التانية، يمكن الامل في الموهبه دي. مين احلى، المذكر ولا المؤنث؟ يا انت خيال كده تبقى قبل الساعه 12 بالليل قبل ما تنام. مين احلى، المذكر ولا المؤنث؟ وصل العلماء الى اجابه واحده. اني بقى علماء اللي سابوا العلم والكواكب والارض وفي الفضاء وفي كل حته وقالوا بقى ما تيجي نشوف المذكر احلى ولا المؤنث؟ لا حضرتك، هو في حاجات اهم من كده، في ان احنا ممكن نكتشف كوكب جديد بالتلسكوبات اللي عندنا دي في الفضاء. لا والله انا عايز اعرف هو المذكر احلى ولا المؤنث. ماشي بس نخلص بقى اللي علينا دي، وكمان كام سنه نشوف مين احسن، نفضى يعني نشوف المذكر ولا المؤنث. لا ما انا لازم نتوصل للاجابه الصحيحه، المذكر ولا المؤنث، عشان في واحد هرموناته ضايعه خالص عايز يعرف فيه ايه. وهي ان المذكر احلى من المؤنث. وانا بقول كده ليه؟ سيدنا يوسف عليه السلام أجمل خلق الله وهو مذكر،
الاسد اجمل من اللبوة. ايه يا عم ايه 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 في ايه يخرب بيتك. الطاووس جميل وجذاب وهو مذكر، ولو ما تجمل من الشباب ما خلوش اخترعوا لهم المكياج، والله انا غلطان. والبنت اللي مش عاجبها كلامي تخبط دماغها في الحيط، والحيط برضو مذكر. احلى تحيه مني للشباب، وعلى فكره انا ما قلتش حاجه، العلماء هم اللي. طب بص يا انا ما اعرفش اسمك الحقيقه، بس انت رغم ان انت مدحت في المذكر انا مذكر اهو، بس انت مستفز قوي. الفكر هنا بعيدا عن ايه، عن بقى اللينسز اللي انت لابسها والشنب ده، انت مالك مهتم قوي بالمذكر وعمال تقول المذكر احلى من المؤنث واحلى مسها مني للشباب، مالك عايز توصل لايه بقى بالفيديو ده؟ عمال تمدح في المذكر وتكسف جبهه المؤنث، فعايز ايه بقى؟ ها عايز مين فين؟ عايز باينة قوي يعني. ولما صحيت على حفرك وشفت الدنيا من عندك، انا لما صحيت على حفرك وشفت الدنيا. ايه ده؟ نام 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 زي ما كنت، ارجع نام. لا انا هوقف. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا استمتعت الحقيقة وانا بعمل الرياكت ده على الفيديو ده، لا بجد بجد انا استمتعت بالفيديو ده، وكان معانا شوية مواهب بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحرسها تستحق الدفن كلها. لو عجبكم الفيديو ده انزلوا حالا دوسوا لايك للفيديو ده، واكتبوا كومنتات كتير فشخ عشان انا اختار الفيديو اللي جاي كومنتس الجميلة وهحطها في الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه او نسيت لما قلت انا في الاول، انزل دلوقتي اشترك في القناه، ما عندكش حجه وفكرتك، انزل دلوقتي دوس على الزرار الاحمر ده خليه رمادي، وفعل زرار الجرس، وما تنسوش نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك، عشان لو وصل ل 20,000 لايك انا هنزل بفيديو كده. اشوفكم فيديو جديد، حلقه جديده من مواهب تستحق الدفن مع بيرجو رياكت. احبكم فشخ، عاش يا ابطال، باي.